قراراته تبدأ من تركي الدوسري وتنتهي بتركي الدوسري، ولا أرضى أبدا في نقض أي قرار يتم من المحاكمة. طبعا في أمور كثيرة راح نناقشها قبل ما نناقش القضايا. من الأشياء اللي أزعجتني أنا بالنسبة للمفردات اللي كانوا الشباب يقولونها، اللي هي المفردات علي الطلاق وعلي الحرام والأشياء هذه راح أتخذ فيها الآن قرار أنه من بعد هذه الحلقة أي متسابق راح يقول هذه المفردات راح يتم الخصم عليه مباشرة 300، وراح تكون في الرصيد الخفي. أنا بلغت الشباب فيها، ما كانت موجودة في الرصيد الخفي لكن اعتمدناها، هذه المفردات عليها خصم 300. هذا بس توضيح حتى المتسابقين، وأيضا لكم أنتم يعني الشباب يمكن معنا الآن في التووندو، أنه أي شخص يقول هذه المفردات راح يكون خصمه 300 في الخصم الخفي. وأنا أتمنى أنه ما نسمع مثل هذه المفردات لأنها صارت بزيادة. يعني الشباب لسه يجون المكان لأنهم عطنا فرصة إكمال الأكل، يعني ما شاء الله الأكل الجيزاني أكل لذيذ جدا، ونشكرهم على حضورهم في هذه الليلة. هذا أول قرار راح يتم اعتماده بإذن الله تعالى. طبعا في قرارات ثانية، لكن خلونا نبدأ بالقضية الأولى اللي راح تكون معنا، وهي قضية أحمد